فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من آمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن به وبالرسل السابقين، هل يكون له مثل أجر أهل الكتاب الذين آمنوا مرتين؟ لا، له أجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الإيمان بالرسل السابقين، لأنه لا يؤمن بمحمد حتى يؤمن بالرسل السابقين. نعم.